اسكندر وين؟ ما بعرف، بس بعرف لك بقدر أعرف لحالي. هذا أبداً ما هو سبب كافي لتضل عايش. دخيلك لا تقتلني. اعفي عني وبعمل شو ما بدك، أنا تحت أمرك. بقتل إذا بدك، بقتلك عمي. تركني عايش وبرمي رأس عمي تحت رجليك، ببوس رجلك. قوموا لا تحرك. أكيد ما رح أوس واحد مرة. شو القصة؟ وين جبريل بيك؟ ببيت أوسو. ليش ما عم يرد على تليفونه؟ ما بعرف والله. بتحب فوت لجوا وشيك؟ لا بلاها، خليك محلك. أنا حقي رضوان بيك. شو صار معك؟ معلم نصبوا لنا فخ وما لقينا حقان هونيك. لكن وينه؟ ما عرفت؟ لساته ببيت الأنسة أوسو. جبريل هنيك هلا. أنا خبرته شو صار وقال هو بتصرف. وهلا ما عم يرد على التليفون. وفي احتمال إنه مراد على مدار هونيك. بجوز وقعه. روح لهنيك. أنا بخبرك بعدين. أمرك معلم. ضروري احكي مع اسكندر الكبير. رح خبره فورا. معلم رضوان بيك مستني على الخط الخاص. شكرا يا ناظم. بعد إذنك إنجي. تعرف عنوان الدكتورة أوسو ما؟ ايه بعرفه معلم. انت متأكد انه مراد على مدار هنيك؟ هاي هي معلوماتي. ماشي رضوان بيك، نحن رح نعمل اللازم. ناظم بعت مجموعة بتليق بمراد على مدار، بس ما تبعتهم على بيت البنت. خليهم يلحقوه هو رايح وقلهم يقتلوه هو وحقان سوا، والدكتورة كمان. معلم وجبريل بيك ونحن شو دخلنا بقابيل يا ناظم؟ في شي مهم حبيبي؟ مجرد شغل عادي حبيبتي.
يعني نفس المشاكل ما تغير شيء. ابنه، ابن أخوه، سلاح، فريقه، وعدوه. شبك ولا؟ تحرك. ما رح تقتلني ما؟ لك انت ما بتفهم؟ حاجة تعصبني. شكرا كتير. كون مدين لك طول عمري. لا بدي شكرك ولا امتنانك. نلع. بدك تتركه يروح؟ بالجهنم. بس كان رح يأذيني. هذا منحرف، مريض نفسي. سامحيني أنسي أوسو، وبوعدك إنه ما عاد تشوفي وشي أبدا. بده يدبر شي ملعوب، رح يعمل مشاكل. أوسو أوسو أوسو، بدي اياك تخرسيه لأنه بدنا نطلع من هون. حقي بيك اتصل. شو صار معكم؟ خلصنا على زلمه كله المعلم، بس حقي هرب. مو مشكلة، روح على المكتب رح جيب حقان. ألو؟ أمرك معلم. أعطيته المخدر. منيح. جيبي سيارتك بدنا نطلع فيها. بعرف انه مراد جوا، رح يطلعوا من هنيك، رايح على الشركة. Thank you.
أنا انكشفت. شو أعمل هلأ؟ ما بعرف، بس بتنحل. قال له لعمك إذا كان ما بده يتعاون معي بقتلك وبقتله كمان. لك شو مفكر حاله هذا؟ أخ يا عمي شو زلني وجبرني انحني، ركعني قدامه، ركعت ومسدسه براسي، انا انزليت. خلص ابني فهمت، روح على البيت ارتاح، انا مهتم بالموضوع. يلا ما في خبر من ناظم؟ لا يا معلم. اسكندر ما رح يقدر يقتل هالزلمة. ما منعرف، محتمل. شو رأيك انت؟ مشان جبريل؟ ايه؟ مراد علمدار لو كان ناوي يبعث لك رسالة عن جد كان بعث لك راسه لجبريل وما خلاه عايش. وليش تركه برأيك؟ بتعرف ابن أخوك أكتر مني يا معلم. رضوان بيك، جبريل بيك حيكون خطر علينا من هلأ ورايح. خطر؟ في يلعب على الحبلين. مرني وأنا جاهز. حقي، جبريل بيكون ابن أخي أو وريثي الوحيد، اوعك تنسى هالشي. امرك. سيارة جاية، يلا استعدوا. معلم انت منيح؟ ايه عمران. عبد الحي وين؟ عم يزبط الوضع معلم. خدوا الدكتورة لهنيك، فحصي مرة تانية وشوفي إذا كان عنده إصابات. ايه ماشي. لكن شو بدنا نساوي بهاد؟ شو بدنا نعمل يعني؟ شو بدنا نخليه متمدد هون بالسيارة؟ لا خلينا ناخده على زنزانته أحسن له. لك شو عم تساوي؟
شو مو شايفنا عبدو حاملين زلمتك؟ بكرة بس تجيب ولد احمله هيك. هات انا باخده. تعالوا. لو يسلموني هالحقير. شكرا، يسلموا اليدين. ان شاء الله صحة وهنا. بتحب تاكل؟ لا شكرا، بس خلي الشباب يجيبوا لي اواعي. من عيوني، تكرم. عدنان بيك فاضي تحكي؟ حقام بايدي، بتقدروا تاخذوا افادته. يا ترى بتقدر حضرتك والنواب تكونوا بكرة الصبح باسطنبول ولا صعب عليكم؟ ضل واقف ورا الباب، فهمت؟ تحت أمرك. على الأقل حطه على الكرسي. قوم ولا قوم قوم